من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ أهلا بك. قبل أن نتطرق لردات الفعل على المستوى الشعبي والسياسي بعد مقتل السنوار، هل هناك تساؤلات؟ هل لديك أي معلومات حول لماذا حتى الآن لم تصدر حماس أي بيان نعي أو أي تصريحات حول مقتل السنوار حتى الآن؟ نعم، من الواضح أن هناك مشاورات مكثفة تجريها حركة حماس على مستوى مجلس الشورى التابع للحركة بشأن من سيتولى قيادة حركة حماس بعد يحيى السنوار، وخصوصا أن يعني هناك شاغران الآن، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكان يحيى السنوار بعد إسماعيل هنية، وأيضا قائد حركة حماس في قطاع غزة وكان يحيى السنوار، وكان بعد اغتيال إسماعيل هنية قد تولى يحيى السنوار المنصبين، وبالتالي هناك مشاورات على ما يبدو تأخرت بالنسبة لحركة حماس، سواء في إصدار بيان لنعي يحيى السنوار أو لتحديد ما الذي سيحدث في قمة هرم قيادة حركة حماس، لأن هذا الأمر أيضا سيحدد مصير اتفاقية التهدئة، مصير الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيحدد العلاقة بين حماس الداخل وحماس الخارج والتيارات الموجودة داخل حركة حماس، وبالتالي يعني هذا التبرير الوحيد حتى الآن أن هناك مشاورات مكثفة حول هذا الأمر. طيب، نذهب إلى الشارع الشعبي وأيضا السياسي، وأي ردات فعل يمكن أن تكون رصدت بعد هذه العملية التي أدت إلى مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار؟ نعم، رغم أن هناك بعض المنتقدين كانوا لسياسة يحيى السنوار بقرار 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، ويعني بعض القرارات التي أودت بقطاع غزة إلى هذا النحو، ولكن بعد عملية الاغتيال هناك الكثير من الفلسطينيين على مستوى الشارع الذين تحدثوا أن يحيى السنوار كان مقاتلا في الصف الأول، وأنه قتل خلال معركة ولم يكن مختبئا في 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 نفق. وعلى كل حال بالنسبة للشارع الفلسطيني كان متوقع موضوع اغتيال السنوار، ربما ليس بهذه الطريقة، ولكن يعني هناك سلسلة اغتيالات طويلة سبقت السنوار، ويعلم الفلسطينيون أنها ربما تأتي حتى بعد السنوار. لن يغير هذا الأمر شيئا من الواقع الذي يعيشونه سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ينظرون الآن إلى القرار الإسرائيلي بشأن ماذا كان نتنياهو سيستمر قدما في حربه على قطاع غزة، أو كما دعته جهات أمريكية تحديدا باقتناص الفرصة وإعلان النصر والتوجه إلى الحلول الدبلوماسية وليس الحلول العسكرية. نعم، شكرا جزيلا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، كنت معنا من رام الله.